طفلة لبنانية جاية تهديك الأطفال العالم صوتها وأمنياتها. لارا سعد، نسمع. He's making a list. He's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows if you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. لارا، أهلا وسهلا. بدي بوسك مثل القمر. اسم الله عليكي. ناطرة بابا نويل؟ شو ناطرة يجيب لك؟ شو طلبتي منه؟ اي شيء. هو ما في شيء معين؟ ما بدك هديه معينه؟ لعبه؟ لا. تليفون؟ قصه؟ كثير حلو كيف بلشنا، عم بتغني وعم تقولي سانتا كلوز از كومينج تو تاون. عرفينا عن حالك لارا. اسمي لارا سعد، عمري 11 سنه وبحب اغني. بتحبي كثير تغني؟ ايه. وصوتك حلو؟ ليه بتحب تغني لارا؟ لأنه بس غني ما بفكر بالأشياء، أنه بس بفكر بس بالأشياء الشيء الحلو. بس أنا عم بغني انبسط. أنا تنبسطي أنت وعم بتغني. مين فنانتك المفضلة؟ جوليا بطرس. أوه. ليه جوليا لارا؟ لأنه هي عندها شخصية كتير حلوة. بحب الأغاني اللي لها. بتحبي أغاني جوليا الوطنية أم أغاني الحب؟ لا، الوطنية. ليه الأغاني الوطنية؟ لأنه للبنان، مش لأنه شيء خاص بلبنان. بتحبي كتير لبنان؟ إيه. كتير كتير؟ إيه. شو أكتر أغنية بتحبيها لجوليا بطرس؟ يا قصص. حافظتيها ليا قصص؟ إيه. تغني لي يا قصص؟ بس انه كيف فيني صير فنانه مثلك؟ ان شاء الله يكون عندها الجواب. بتعرفي مين بتشبهي انت لارا؟ انت بنت كثير حلوه، اسم الله عليكي مثل القمر، بس بتعرفي مين بتشبهي؟ بيقولوا لي انه بشبه هيفا هي وصغيره. هيفا وهبه؟ انت بتشوفي حالك بتشبهي هيفا وهبه هي وصغيره؟ حلوه كثير هيفا. بتحبي تشوفيها كمان؟ ايه. قد ايه حلوه هيفا؟ كثير. وإذا شفتيها لهيفا شو بتقولي لها؟
انه بحب الاغاني اللي لها. ايه شو بعد بتحبي بهيفا؟ شكلها؟ ايه شو احلى شيء فيها لهيفا؟ كل شيء يعني كلها 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 حلوه. كمان بدك تصيري مشهوره مثلها؟ ايه. ليه لارا بدك تصيري مشهوره انت؟ لانه اذا بصير مشهوره فيني فرجي للعالم انه كل واحد فيه يصير شو ما بده بالحياه، اذا هو بده يعمل شيء فيه يعمله، يعني اذا بيضلوا يعني stick to the dream، اذا اشتغل واذا ركض ورا حلمه رح يحقق هيدا الحلم. حلو كثير اللي عم بتقوليه، اللي عم بتقوليه بعلم مش بس صغار، بعلمنا نحن الكبار انه نحن نضلنا عم نشتغل ونسعى ورا حلمنا. لارا اليوم في عم نعيش نحن بهيدا العالم، في اطفال مبسوطين عم بعيشوا الميلاد، عم ياخذوا هدايا من بابا نويل او عم يكتبوا رسائل، بس في اطفال موجوعين بفلسطين بغزه تحديدا. عم تشوفي شو عم بيصير على التلفزيون؟ ايه عم شوف، وانا يعني كثير زعلانه على شو عم بيصير بفلسطين، لانه ما عادش عندهم بيوت وما عندهم اكل او شرب، في منهم يعني ما عادش عندهم ام ولا باي، وعم بيحطوا كثير على السوشيال ميديا انه اشياء بتزعل عنهم، وانا بتمنى فيني ساعدهم، بتمنى العالم تساعدهم كمان. شو بتقولي لهم؟ انت عندك صوت حلو وبنت حلوه، شو بتقولي لاطفال فلسطين؟ بصلي لله انه ما يكون ولا طفل او بيكون زعلان او بيكون موجوع. امين يا رب، ان شاء الله هيدا هيك الدعاء يكون مستجاب. شو احلامك يا لارا بس تكبري؟ شو عبالك تصيري؟ To be a singer and an actor. ممثلة ومغنية؟ ايه. اوكي. لا هو هن يعني كثير منيح هدول، مثل جوليا او مثل هيفا؟ جوليا. اوكي. ان شاء الله لارا كل احلامك تتحقق، وانت قمر وصوتك كثير حلو وهيدي الجرأه وهيك، يعني كثير انا مبسوطه فيك بهالجمال والبراءه والجرأه والصوت الحلو. ان شاء الله بتكوني بس تكبري كل القصه. شكرا حبيبتي. لارا باخر هاللقاء بدي اسمع منك غنيه. انت مين؟ اوه حلو كثير، نسمعها؟ يلا ومنهديها لكل الأطفال بالعالم، صح؟ ايه تفضلي. انت مين؟ انا ما بسأل لكن حسنك اللي مين، ولا بعرف اي لون واي دين، بعرف انك خيي خيي بالإنسانية. انت مين؟ انا ما بسأل لكن حسنك اللي مين، ولا بعرف اي لون واي دين، بعرف انك خيي خيي بالانسانيه. حبيبتي بتجنن، اسم الله عليها حبيبتي. مع كلام هالاغنيه قد ايه نحن بحاجه اليوم لنتذكر انه نحن فعلا اخوه بالانسانيه.